حضرتك بتسمع اكيد الاغاني الجميله اللي برضو في حب رسول الله وفي يعني في ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام، مين بيعجبك من المدحين الجداد؟ الحقيقه كلهم كويسين. وكل واحد بيمدح حضره النبي بيبقى كده في نفحه سيدنا النبي بيديها له. انما بس انا بقول يعني التخصص في مدح حضره النبي له لذه واستمتاع. لان جلال وقيمه ومقام وقامه حضره مولانا سيدنا النبي يعني كسيانه، فمش معقول يسمح لي من حضرته وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى اني امدح حضره النبي وبعد شويه تلاقيني على قناه تانية في اغنيه عاطفيه وكلب ومعايا. مش معقول يعني هبقى انا هنا مش عارف بفقد مصداقيتي في الناحيتين على فكره. نعم. يعني لا حرضي هنا ولا حرضي هنا. فاللي بيمدح سيدنا النبي ما بيقدرش يمدح حد هنا جنبه عليه الصلاه والسلام. نعم. قمر. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.